كابتن حمزة علي أحد النجوم الكبار وعطاء كبير جدا لكرة الطاولة في قطر ونادي الوكرة ودائما موجود. كابتن حمزة نرحب بك. أين الوكرة هذا الموسم ولماذا ابتعد عن المنافسة على الكاف؟ والله احنا ما كنا مستعدين صراحة، وغير هاي ان المحترف مالنا يعني ضعيف مش من المصنفين، وهاي سبب ان احنا نزلنا في اسمه الدرجه الثانيه، وان شاء الله احنا بنجيب ان شاء الله على الموسم الجاي يعني محترف قوي، وان شاء الله يساعدنا ان احنا نتاهل على السنه الجايه للدرجه الممتازه. حمزه ما شاء الله سنوات كبيره وخبره في الدوري، عايزين نعرف كم سنه انت بتلعب، هل في نيه عندك للاعتزال؟ لا انا ما راح اعتزل ابدا لين ما اموت يعني. يعني انا اقدم واحد يعني لعبت، انا العب من سنه 79 اي وما زلت يعني، بس لعبت كل الانديه ما عدا الجيش والريان والشمال، ما عدا الثلاثه كله كامل، كل النوادي الحمد لله. والله انا حبيتها صراحه، انا كنت العب كره اليد اول ما بديت، كان عمري 10 الى 12 سنه، وشفت بطل قطر اللي هو ناصر عباد يلعب تنس، هو كان في نفس عمري يلعب في احد المدارس القطريه، يوم شفت اللعبه حبيتها، بس شفت من اللعب انا قلت انا لازم العب هاللعبه واحترفها والعب فيها، والحمد لله لعبت وسبت كرة اليد. كم سنة كابتن؟ انا الحين 52 سنة. الله يخليك. هل بيكون عندك مشكلة لما لعيب صغير او لسه لاعب لسه طالع يفوز عليك، ولا المسألة بالنسبة لك تتخطى حاجز الفوز؟ لا اتخطى، بس لان انا اصلا ما عندي لعب وما اتمرن، وغير هاي اني انا عندي اصابة من زمان يعني من اكثر من 15 سنة، عندي اصابة اسفل الظهر اللي هو عندي ديسك، وفوق هاي العب، يعني هذا شيء انا اعتبره انجاز. الوكرة بس كل شيء. حزين على وضعه السنه دي في الدوري ولا نقدر نعوض السنه اللي جايه؟ احنا نحاول نعوض والله كريم. ان شاء الله بالتوفيق. الله يخليك. الله يسلمك، الله يرحم والديك، الله يخليك، تسلم. متواصلين معاكم متابعينا الأعزاء.